الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قلنا بأن وظيفة الرسل أو الوظيفة العظمى في ذلك البلاغ عن الله جل في علاه، بلاغ رسالات، وهذا الذي قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قام به على أكمل وجه وأتم بيان. والبلاغ يعقبه البيان، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان، وأما أصل البلاغ وكل رسول كذلك. فأما البلاغ ففي قول الله جل في علاه فإنما على رسولنا البلاغ المبين. إنما حصر وقصره الآن، إنما على، يعني وهذا معناه أن أعظم وظيفة للرسول هي البلاغ. إنما على رسولنا البلاغ، قال المبين، وأيضا البيان بقول الرحمن لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. قال: اللهم فاشهد. ولذلك قال الله جل في علاه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يحدث علمنا أنه قد أتم البلاغ. وعائشة رضي الله عنها وأرضها لو كان النبي قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قول الله جل في علاه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فإذا قد أتم النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ. وأعظم ما بلغه النبي هو قضية الكون الكبرى في قول الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله التوحيد، ولا تصح العبادة ولا يستقيم التوحيد بغير الكفر بالطاغوت. وهذه فيها دلالة عقدية من الأهمية بمكان. أولا دلالات، من هذه الدلالات كما قلنا بأن التوحيد لا يستقيم إلا بالكفر، الإيمان لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت كما قال الله جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وأيضا فإن الأولى أنه لا يستقيم الإيمان بغير الكفر بالطاغوت. هنا لا يستقيم الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت. في هذا الباب نقول الإيمان لا يستقيم إلا بالكفر بالطاغوت، وعبادة المرء لا تقبل إلا بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه الشرك. لعموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقول الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفيها دلالة عقدية أخرى لأصول الاعتقاد، ما هي؟ لا أنت ما تجاوبش لغاية ما هم يعني نرى منهم إجابات وبعدين تيجي بما عندك. ولقد بعثنا دين الأنبياء واحد. ممتاز، هذا المهم في هذا الباب. قال لا عايز ثاني بس ممتاز. وقال وقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما وظيفته؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن ما من نبي بعثه الله ولا أرسله إلا لتمام لقضية الكون الكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. يبقى ما من نبي إلا وجاء بتوحيد الله جل في علاه. وهذه رأس الأمر هنا، هذا الذي أردناه بأنه ما من نبي جاء ولا بعث ولا أرسل إلا لهذه القضية العظيمة، إلا لتوحيد الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. نعم فين اللي عندك ثاني؟ طب خلاص ما لا أكمل الآية، أكمل الآية. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وطبعا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان لابد أن يكون قول وعمل. طب من وين أخذنا هذا؟ من وين؟ والله عشان حزين لأن الإجابات المفروض تكون صوت القارئ منخفض جدا. صوت القارئ ده هم بيلتمسوا الأعضاء لأن حزين الإجابة. سؤالي واضح أهو الآن. عشان هذه ما تبغوش مشكلة. أنا مالي ما يفيد يعني. نعم الاجتناب عمل، منصور يقول الاجتناب عمل. طيب هنا نقول والإيمان قول وعمل والعبادة خلاص. وقال قال الله وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيها بضمية الآيات الأخرى التي أمرت بتوحيد الله جل في علاه، وأن الله جل وعلا ما خلقهم إلا لتوحيده، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي قول الله جل وعلا قولوا أمنا بالله وما أنزل علينا أنزل إلى آخر الآيات، فيها إثبات بأن القول والعمل يتلازمان ولا يمكن للانفراد، لا يمكن في الإيمان للانفراد بين قول وعمل. الإيمان قول وعمل. فالأصل في ذلك أن نقول في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، لن يعبدوا الله جل في علاه إلا أن يوحدوا أولا. وهذا يجمع هذا المعنى حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. يبقى قولنا هو الآن
في رواية إلى أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، أو قال إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. في رواية الأخرى قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذن والإيمان قول وعمل. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا بأن شرط صحة الإيمان اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت. وقبل ذلك في الشرح قلنا بأن الطاغوت أجمع ما قيل فيه بأنه كل ما يعبد من دون الله جل في علا فهو طاغوت، حتى الهوى. قال الله جل في علا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم قال فمنهم بعد إرسال الرسل، وهذه فيها دلالة أيضا مسألة عقدية أخرى مهمة جدا في ختام ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم حقت عليه الدلالة الضلالة. هنا دل ذلك على مسألة عقدية مهمة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. ما هي؟ أن ميثاق الذر ليس بحجة. من الذي قال بذلك؟ هذا الرجل لابد أن يقتل. أن ميثاق الذر ليس بحجة. قلت لك هذا الرجل، هذا الرجل لابد أن يقتل حقا. لفض فوق. أسأل ربي أن يجعلك من المسددين دائما. حقا هو أن ميثاق الذر ليس بحجة. لأنه قال هنا الآن بعدما أتبع بعث الرسل قال فمنهم من هدى الله ومنهم حقت. يبقى هنا المسألة ترتبت على الهداية وعلى الضلال، فيكون فيها الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد إيش؟ إرسال الرسل. فهذه فيها دلالة في الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن ميثاق الذر حجة. هم يقولون بأن ميثاق الذر حجة. قلنا لهم ليس بحجة، الحجة في ميثاق الرسل، وهي تذكر بميثاق الذر، وهو أصله في قول الله تعالى سورة الأعراف وتأخذ الله من بني آدم من ذوريهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين إلى آخر في الآيات. فيؤخذ من هذا الباب فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ففيها أصالة العبادة لله جل وعلا بأولية الله، العبادة باسم الله الأول، وأن الله جل في علاه والذي ابتدأ الإنسان بكل خير. لذا أنا أقول سبيل قطع العجب والكبر أن ينظر المرء لنفسه وينظر إلى فعل ربه جل في علاه، فهو الذي ابتدأه بالخير وهو الذي ابتدأه بالتوفيق. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن ورد خيرا فليحمد الله ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال فمنهم من حقت عليه، فمنهم من هدى الله تفضلا، فمنهم من هدى الله تفضلا وتكرما من الله جل في علاه. خلاص برد الآن. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فانظروا هنا عندما قال فمنهم من هدى الله ابتدأه بكل خير، وقال فمنهم من حقت عليه الضلالة لتعلم أن الله ليس بظلام للعبيد. وهذه تيسر لك وتحل لك إشكالات مع ضميمة قول الله جل في علاه فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك قال الله جل في علاه، وهذا إجمالا تفهمه، قال وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، وهو محل غير قابل لهذا الهدى. نعم. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذه أيضا إن دلت على فقر المكلف وعلى عجز المكلف وعلى حاجة المكلف وعلى عوازه الشديد إلى ربه المجيد سبحانه جل في علاه. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم في هذا الباب وأن يجعلنا من المتقنين. هذه مسائل إن جربتها وإن تمرست فيها وتعلمتها كنت أفقه الناس في تعاملك مع ربك جل في علاه. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وفيها أن المرء كما قلت أحوج ما يكون إلى ربه جل في علاه، كما كان النبي يعني يدعو الله جل في علاه
وجعلها لازمة له بأن قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم، قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض. انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال فسيروا في الأرض، هذا أمر من الله جل في علاه، لأن السعيد من وعظ بغيره. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني سيروا في الأرض وانظروا كيف فعل الله جل في علاه بمن كذب الرسل وجحد بآيات الله جل في علاه، ومن قاد لما خلقه الله، فإن الله جل وعلا خلقهم لهذه المهمة العظيمة، الحكمة الجسيمة، لكنهم خالفوا ربهم جل في علاه وعصوا رسله وجحدوا بآياته كما فعل فرعون وفعل النمرود وفعل ثمود وعاد. هؤلاء كذبوا الرسل وجحدوا بآيات الله جل في علاه، فكان العقاب وخيما. فمنهم من خسف الله بهم الأرض، ومنهم من أمطر عليهم الحجارة، ومنهم من أخذته الريح، ومنهم من أغرقهم سبحانه جل في علاه. قال الله إجمالا فكلا أخذنا بذنبه. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض. وفيها كما قلنا أن الاعتبار واجب، ومن لم يعتبر بغيره فهو الهالك. ذلك قال ابن مسعود السعيد من وعظ بغيره، فلا بد أن تعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الألباب. الآيات كثيرة جاءت في التدبر والنظر فيما في سنن الله الكونية، لا سيما أن الله حذر المؤمنين حين قال وما هي من الظالمين ببعيد. نعم، قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين عاقبة المكذبين الذين كذبوا الله جل في علاه، كيف كانت الأمم. والخطاب كان موجها لأهل مكة لأنهم كذبوا الرسول وعتوا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا وقالوا اجعل لنا الصفا ذهبا، وقالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم كما بين الله جل في علاه في الآيات لما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. وغصرنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من العتو، نعوذ بالله. قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. أقول فإن تحرص على هداهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك حقا، قد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداهم، وإن الله قد وصف رحمته بهم، وهو الذي وصف أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، وقال فلعلك باخع نفسك على أثارهم، الآية الأخرى فلعلك باخع نفسك سورة الشعراء إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة ودعاهم إلى ربهم سبحانه جل في علاه وحرص على ذلك. لكن يبقى إشكال نريد حل هذا الإشكال. الإشكال هنا في قول الله، نعم هي أتوا بالآية التي أنا لا تحرص على هداهم ولكن عليك البلاغ. الإشكال الإشكال ما هو الإشكال في إجابة أخرى، الإشكال في أنه الهادي وأنه لا يهدي، فالهداية هدايتان هداية الإشكال وهداية التوفيق. لا اسمعوا بس الإشكال فين. قال إن تحرص على هداهم، قلنا الإشكال ممتاز، أنا سأبين. إن تحرص على هداهم، قلت قد قال فذكر إن نبعت الذكرى، يبقى معنى ذلك أنه لا يعظ إلا من يتذكر. صحيح ولا لا؟ والآية هنا إن تحرص على هداهم فيها دلالة وإشارة أنه حرص على هداهم بل تابع ذلك. صحيح ولا لا؟ طيب كيف نجيب عنها وعن قوله فذكر إن نبعت الذكرى؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ خلاص واضح الإشكال الآن؟ طيب نريد الإجابة. طيب الإشكال، قلت الإشكال هنا في قول الله تعالى إن تحرص على هداهم
فإن الله لا يهدي من يضل. فهذه فيها دلالة أنه حرص على هداهم ودأب الحرص عنده بأنه توالى من الله من النبي صلى الله عليه وسلم التذكير. وفي الآية قال فيها الله جل في علاه وذكر إن نفعت الذكرى، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشى الرحمن بالغيب. وإنما أسلوب حصر وقصر. فهذا هو الإشكال، إنه هو الآن حرص على هؤلاء الذين قد أضلهم الله جل في علاه، وقال فيه في رحمته بهم قال فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قاتل نفسك عليهم. فهذه دلالة نمر وسترى في وجهين للرد. أنا أريد ماشي منهم الآن الرد بس الأول، هذا الأهم عندنا. دكتور تامر، النبي متعبد بالأسباب وليس نتائج، الإجابة فوق. نعم جزا الله خيرا، بس احنا نريد نريد وجه الرد، التوجيه في الإشكال. هو الآن هو حرص ولا ما حرص؟ حرص صح ولا لا؟ ودعاهم هم وهم قد بيّن الله لهم أنهم لن يؤمنوا، مفهوم؟ نعم. مع قولي وذكر إن نفع الذكر، يبقى لا تذكر إلا لمن ينتفع. النبي متعبد. هل هذا يكون الفهم صحيحا أنه لا تذكير إلا لمن ينتفع، أما التذكير يكون عاما؟ تامر الدكتور تامر أتى بجزئية صحيحة هنا الآن، قال هو متعبد بإيش؟ بالبلاغ لا بالنتيجة. لا بالنتائج، وده صحيح، هذا وجهه من الوجوه. يبقى معنى ذلك أننا نقول بأنه حرص، وأن معنى قول الله جل في علاه وذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر إن نفعت وإن لم تنفع، لكن لن ينتفع بها إلا من يتذكر. يقول حرص عليهم قبل أن يبين الله لهم حالهم. لا لا لا، هذا الكلام بصراحة فيه وجاهة عشان ما كنتش ظالم. وجهاد أجاب مثل ذلك، فقال النبي لا يعلم غيبه وهو يبذل وسعه لعلهم. لا خلاص، لا دي إجابة جهاد كإجابة الدكتور تامر. الإجابة الأولى اللي هي سابقة الآن، إنه هو حرص حتى بيّن الله له. صراحة فيها وجاهة، فيها وجاهة، لأن موسى لما بيّن الله له بأنه ما في أمل من فرعون ومعه، ماذا فعل؟ دعا عليهم. نعم دعا عليهم، صحيح ولا لا؟ ربنا اجد على أموالهم واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعا عليهم، لكن النبي بقي حريصا عليه، بقي النبي حريصا عليه حتى قال اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف. نعم. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.